كان غلطي. ما بحب شوف حدا تاني عم يتعاقب على خطأ أنا عملته. كيف إذا هالحدا بنت لطيفة مثل سونال؟ لهيك رح كون هون حتى لو ما يانغ ما خبرني بشي. إذا ضلت قريبة من بنت مثل إشكي هيك رح يصير. لا تعاقبوا سونالي وعيلتها على هالخطأ يلي أنا ارتكبته بترجعكم. بتشكرك وبعتذر على كل شي صار. أربع عائلات تضايقوا بسبب غرور البعض وتكبرهم، وإنتي كمان كان فيكي تنغري، بس إنتي ما عملتي هيك. ضليتي محافظة على احترامك لحالك وفرحانة لفرح الكل هون، وإجيتي لهون وأثبتتي إنك بنت بتجمع كل العيال مع بعضهم البعض. مو هيك أهان؟ أنا حكيت من شوي حكي لأني كنت معصبة وما كنت ناوي أخرب عرسين وحفلتين. عن جد حفلتين رح يصيروا بنفس الوقت. إيه وبصراحة ما يانك ما لازم يصير أي مشكلة هاي المرة. إيه حافظ على مرتك حبيبتك، بس بعيد عن مرت ابني إذا بتريد. ماشي. أخي إشكي يلا امشوا نشرب قهوة سوا. لا معلش غير مرة رح روح بالإذن منك خالتي. ماشي رح امشي كمان. أخي أهان عود ارتاح شرب قهوة قبل ما تروح. تفضل عود يلا. هالشي صاير بين عائلاتنا إشكي، وإذا حدا كان لازم يعتذر فهو أنا. أنا كتير بعتذر. ما يانك هو خطيبي، بس هو عم يتصرف كمدير مو كخطيبي. أنا غلطت وهو أخذني لأعتذر مباشرة ونسي يوقف جنبي وما سأل حتى شو اللي صار بالضبط. ولو ما انحلت هالمشكلة اليوم كنت رح اضطر اعتذر للست سارلا. مايانك ما بدي احكي معك. شكرا. ليش عم تتشكرني؟ أنا اللي لازم أتشكرك. ما كنت مضطر تجي لهون ومع هيك اجيت. ليش؟ حتى انت داريتي سونا وحملتي حالك كل الخطا كمان. انت ما كنتي مضطره تعملي هذا الشيء ابدا. طيب ليش؟ بعرف انه سونا هي يلي بلشت. لهيك اذا كان في غلط فمنكن اثنين هتكون. بس هي ما اعترفت بخطأ أو بدون شيء. أنا متوترة كتير وأنت عم تحكي بالإنجليزي ما عم أفهم عليك. قلي فوراً شو يعني هذا الكلام كله. هاد بيعني إنه سونو ما عم تعترف إنها غلطت، وإنتي أخدتي كل اللوم عنا وظلمتي حالك. ليش؟ قليلي يا إشكي. لأنه
إنه صار لها قنبلة موقوتة ماشية على الأرض، وأنا ما بدي هاي القنبلة إنها تنفجر بوشها لسونالي. شكراً كتير. وإنت كمان شكراً على اللي عملته. اليوم كلهم فكروني بنت بتخرب علاقات العيال. صح عندي تفكير ومشاعر خاصة وهدفي حقق شيء أو كون بنت بتمناها، بس هاد ما بيعني إنه أنا ما عندي قيم ومبادئ عائلية أو إني بنت همها تدمر العلاقات العائلية. كيف ممكن بنت تتحمل أخطاء مو أخطائها وينقال عنا هيك؟ أنتي هون؟ انت ليش اعتذرت؟ كان غلطها إلها صح؟ مايانك هذا غلط صونو كمان، لهيك كان لازم تتأكد قبل ما تسألني وتقرر مين كان لازم يعتذر ومين لا. ثلاث عيلات كانوا رح يشهروا فيهم أهان. مو ثلاثة، أربعة مايانك. نسيت عيلة إشكي؟ اليوم عيلة أهان وعيلة الست سارلا وعيلتي تعرضوا للتشهير. شكرا. اوكي انا شكرت، رح روح. عادي يا اخي، هي متضايقه، بكره بتعرف انه اللي عملته انا كان مزبوط ورح تلوم حالها. عن جد مفكر انه عملت الصح. إذا بدك تضلي رايحة جاية اطلعي على جهاز المشي، على الأقل منعرف كم سعرها رح تحرقي. حاج تحكي حكي فاضي، أخي كأن مزعوج كتير. من شوي راح بسرعة ما بعرف. راح معصب. راح بالسيارة. عم تتمسخر كارتيك؟ أنت حاسس باللي عم مر فيه هلأ؟ أنا حاسس، لهيك عم حاول هديكي، بس إنك تكوني بهالحالة رح يخلي الأمور أسوأ، بدنا حل. أنا بعرف، بس إذا كان أخي مزعوج مني. سونو ما توقعت منك هذا الشيء. تركتي البنت تتحمل كل اللوم لحالها، وإنتي يلي فتحتي هداك الحديث. ليش؟ بدك تعيشي مع راج وتنفصله عن عيلته؟ هاد اللي بدك اياه؟ اخي انت بتعرف الست سارلا، بقصد الطريقة اللي بتتصرف فيها. بدك اختنا تعيش مع مرأة مثل هي وتتحملها كل حياتها؟ كارتيك خلاص. ماشي اخي، يعني بدك اختنا تعيش مع حماتها ما هي؟ اخي لمرة وحدة شيل هالعادات والتقاليد من راسك واحكي بواقعية شوي. اذا الحماية والكنة ما كانوا متفقين فينفصلوا هو الحل الامثل، ما بيأثر شيء. على القليلة هيك بتبقى العلاقة بيناتهم. أنا بعرف رح تبقى العلاقة، بس العلاقات معقدة أكتر من ما أنت بتتخيل. هون مو أمريكا، هون الهند. هون منبقى مع عائلاتنا وما منتركهم لما منتزوج. إذا كان بدك راج لازم ترضي بوالدته معه كمان، لأنه هي بتضل أمه. أنت ما فيك تتجنبي أمه وما فيك تتجاهليها. ليكي سونو، بالهند الزواج مو بس بين شخصين، هو بين عائلتين كاملين. ما فيك تدمري حياة شخص من العائلة يا سونو، ما بيصير. هلأ صار حكي قدامي إنه بدك أنت وراج تنفصلوا عن عائلته، وبتعرفي شو؟ هالبنت المسكينة انحنت قدام الست سارلا واعتذرت عن غلطك أنت يا سونو. أنا لو ما كنت هنيك مستحيل أقدر أتخيل قديش حست بالإهانة. أنا أخوك وعادي إذا انحنيت كرمالك وبقدر أعتذر لك، بس ليش تدخلي بنت بعيدة عن العائلة وما دخلها بأي شيء؟ هي ما بتستاهل. أخي دخلتها لأنه سونالي ما اعتبرتها غريبة. في إلك شي جدي؟ يلي عملته مشان إيشكي اليوم بيخليني عن جد فخور فيك. أخي أنا غلطت كتير بحقك،
أنا آسف. ليكي سونو، لازم تعمل شغلتين. أول شي، قبل كل شي لازم تشيلي من بالك العيشة لحالك، وإنك تبعدي راجع عن عيلته. ستي كان معها حق، أنتي مو مثل أمنا وما بتقدري تدمري عيلة. روحي وقولي لراجو إنك مو خربت بيوت، ماشي؟ أختي حبيبتي مو مثالية مثل ما كنت مفكر، حاولي تكوني مثالية. بترجعكي كوني مثالية قد ما بتقدري لو سمحتي. وفي شي تاني، شو هو؟ بتعرفي يا أمي، كنت من كل عقلي مجهزة حالي مشان أنزل قدامه، بس هو عن جد أنقذني. هو مو بس أنقذني، اعتذر بدالي، ولحد هلأ ما خلاني حتى اعتذر منه. تخيلي مايانك، مو عصيرة مايانك أخذني لعند الست سارة مشان يخليني اعتذر منه، وما سألني حتى مرة واحدة مين الغلطان فينا أو حتى شو صار. لازم وضروري يتوضح اللي صار. سونو هي اللي فتحت الحديث، ما في داعي تحسي بالذنب أبدا. أنا كتير آسفة. عادي حبيبتي، بس تذكري شي واحد، ما حدا بيدعمها للمرأة، لهيك لازم النسوان هن اللي يدعموا بعضهم. وفي شي تاني كمان، كنتك ما بتحب تخرب البيوت. يا ربي دخيلك، تغير المزاج. شو قلتوا؟ لا أنا؟ إيمتى قلت؟ أنا مثل الموبايل هلأ، وقت اللي بيكون صامت ليش لحتى أحكي؟ مو مشكلة حبيبتي، بس يا ريت وضحتي اللي صار من قبل. ما كنا حطينا الذنب على إشكي المسكينة وحملناها كل هاد. إشكي مايانك ما كان عنده خيار تاني، عمل الشي الصح اللي لازم ينعمل. خالتي، كل واحد عنده خيار بهالحياة، وأنا كان عندي قراري، وكنت بقدر ما أروح مع مايانك عبيت الست سارلة، بس ما عملت هيك ورحت معه. حتى أنت كان فيكي تاخدي قرار تتركي العم، بس اخترتي تتحملي وتحترمي قواعد المجتمع. حتى أهان كمان كان عنده خيار واعتذر للست سارلة بالي، ما كان مضطر، بس هو ما اختار أهمية العيلة لأنه فهم مشكلتي بدون ما أحكي حتى، وقرر إنه يتحمل كامل المسؤولية كمان، وما لامني وبولا كلمة مثل الكل. خالتي بتعرفي، لما أعرف إنه الخطأ مو خطأ إلى وحدي وإنه صنالي كمان إلها إيد بهالشي، ما استنى ولا دقيقة، وقبل ما أنحني ركض وانحنى قبلي للست سارلة. دايماً أهان بيعمل الشي المزبوط تماماً. خالتي، اللي لازم يعمل هالشي هو مايانك. أنا رح صير زوجته لمايانك، وهو اللي لازم يعرف اللي بقلبي. بنتي، ما بعرف شو بدك تقولي، ما كان عنده خيار تاني وكان بده يصلح كل شي. طيب ماشي، موافقة إنه ما كان عنده خيار تاني قدام الست سارلة، بس لما إجا لعنا على البيت كان بيقدر يسألني مرة واحدة، كان بيقدر يوثق فيي ويقلي إشكي أنا بعرف هاد مو خطأك، هي ست كبيرة اعتذري منها، بس بحلف لك إنه ما قال ولا كلمة من هدول. حتى بالحسابات الخاصة فيني خربط. شو يعني؟ يعني ما بيعرف يعد أفراد عيلته، بيتذكر بس عيلته وعيلة الست سارلة وعيلة أهان لما بيصير عندهم أي مشكلة بسيطة، بس ما تذكر عيلتنا أبدا، العيلة الرابعة أهان اللي تذكرها. مهما قلتي أنا معصبة من مايانك، كنت برضى لو حتى ضحك علي بكلمة. عادي حتى لو ما ضحك علي، كان فينه يسألني مرة واحدة إشكي شو اللي صار. إشكي، بكرة عندك طقوس كتب الكتاب، وإنتي لسه عم تقارني بين أهان ومايانك اليوم؟
قبل ما يتوعدوا الشاب والبنت لازم الأمهات يتعرفوا على بعض أول شيء وقبل كل شيء. شو؟ أوكي خلوني أشرح لكم بطريقة حضارية شوي. بالعرس الهندي وقبل ما يحسبوا أبراج العرسان لازم يطابقوا أبراج الأمهات أول شيء. الأكثر أهمية ببلدنا علاقة الحماية والكنة مثل سونو والست سارلا، هي هي العلاقة الرئيسية، أما علاقة العرسان سنوية. ما بصدق إني عم أقول هالكلام، بس لأول مرة بحس كلامك منطقي. وأنا ما عم صدق إني عم أقول هالكلام. أنت كنت متعاطف كتير مع إيشكي اليوم. أخي دافع عن إيشكي. هي البنت عملت لك هاجس؟ أنا عندي هاجس مع هي البنت؟ إيه أكيد، كنت عم تحكي بسونا، شو جابك على سيرة هذيك البنت؟ بالضبط من وين طلعت هالبنت بحديثنا هلأ؟ أنا رح أحكي مع إيشكي. ما حكيت معه بعد هداك اليوم. فيني اتصل لأعتذر؟ مع مين بدك تحكي؟ أنا ستي أنا كنت كارتك بمين كنت بدي اتصل؟ أنا نسيت أنا. أيوة أنا مثلك نسيت. بمين كان بدها تتصل؟ شو؟ كانت بدها. إيه كانت بدها. ليك بعد ما سمعت كل شيء كأني حاسة. لا أنا مو حاسة، متأكدة إنه بدها تتصل بحماتها المصون. ستي أنتي لساتك هيك ذكية حتى بهذا العمر؟ ممتاز. خلاص عم تقول ممتاز؟ قديشك غبي. اسمعوا حطيه. إذا الست سارلة عرفت هذا الشيء رح تنفع لك رقبتك. ستي إذا عرفت الست سارلة أو ما عرفت، بس شو بس يا ستي سونو غلطت. لهيك قليلي شو المانع بإنا تحكي مع هديك البنت؟ تمام منكمل حكي بعدين، بس هلأ خبرني أهان ليش ما بتقول اسم إيشكي؟ أنا لاحظت أنك عم تقول هيك دائماً، هديك، هالبنت، خطيبة مايانك، ليش عم تسميها هيك؟ حتى هي ما بتقول اسمه، بتسميه آفي أم وثلاثة بواحد. هيك الكيميا بيناتهم هن. كارتك خلاص، ما في كيميا بيناتنا. شو لكان؟ بيناتنا في ما في شيء. في كتير إشياء بين سونالي وراج، في علاقة ومستقبل. إذا ضليتوا عم تعملوا هيك الست سارلا رح تعرف وما رح يكون في شي منهم، لهيك لازم نتصرف. ستي الست سارلا ما رح تعرف شي، بوعدك إني رح أحاول ما خليها تعرف. لكن ليش ما منعت سونالي إنها تحكي مع إيشكي؟ خالتي خليهم يكملوا كلامهم، ما رح تسمع الاتصال. للحيطان أدان، هو سر طالما هو لسات جوات القلب، الحكي عنه يعني كشفناه. بس ستي ما كان الغلط من هديك البنت، على الأقل مو غلطة لوحدها. كتير منيح، بس أنت كمان اعتذرت لها وأنقذتها. ها اللي عملته كان كرمال سونو. صح كرمال سونو وكمان كرمال البنت. إذا رح تضلوا بهالتصرفات رح تعرف الست سارلة بكل شيء. ستي اسمعي، نحنا منقدر نلوم البنت ونشيل سونو من القصة، منقدر نعمل هالشي، بس هالشي غلط صح؟ ما بيصير نعمل هيك. أيوة كتير منيح، خد لوحة واكتب عليها بأحرف غامقة إنه الغلط هو غلط سونالي وهي اللي بلشت، ورح حطها قدام بيت الست سارلة. منيح هيك؟ هذا غباء، انتو بتعرفوا عن شو عم تحكوا؟ ايه دائماً البنات هن الغلط برأيك. سونالي وراج بدهم يتركوا هداك البيت، بس منعتبر الحق على سونالي، مو هيك ستي؟ إذا ما بتعرف قواعد المجتمع ومبادئه تجي لعندي وبتسأل 100 مرة ستي شو هاد وستي شو هاد. أمي لا تعصبي من فضلك، اهدي شوي هلأ. تفضلي اشربي شي. رح تروقي، باردة وظريفة على مسؤولية. سكوت
أنا أجيت لهون لأشرب. بعت لي قنينتين مشروب على غرفتي. أخي بتراهي؟ عشو؟ بكرة كتب الكتاب ست سارلة لح تعمل تمثيلية ولا لا؟ راهي لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.